سلوى أرجوك أرجوك سلوى خلاص يكفي. الحمد لله أن ظهرت الحقيقة قبل أن تورط ونورط غيرنا معانا. على العموم أنا راضي أني أكون بروحي الضحية عن إذنك. عنبر 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 رايك؟ كل شيء تمام؟ لا تمام مضبوط يعطيكم العافية. الله يعافيك. ايه يلا روح 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 على شغلك. روح روح روحي حسنتي. ما عندك شيء اكله؟ ودي اتعشى عندك يا حسنتي. والله طابخ ذيك الاكلة اللي تاكل اصابعك وراها. ايه خلنا من اصابعك ما تاكل اصابعك بعد ايش تختفي. اسمعني تعال تعال انا وياك ابيك بشغلة. حبيبي انا بروح اتعشى عند حسن في المطبخ لاني معزوم على عشاء بروح فما لا ابوي. وين يا ابو علي؟ يبا سامحني يبا سامحني لاني سمحت لهم يقطونك في المخزن طول هالمده. الحين من قال لك انا ابوك؟ في صوتك؟ ايش فيه؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ صوتك متغير؟ ايه قصدك ان صوتي صار مثل صوتك؟ ايه زين والسبب؟ السبب انك عرفت الحقيقة وخلاص. حقيقة سلوى؟ لا 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 الحقيقة انك لما قعدت تكلمني كنت تكلم روحك. اي نعم مثل ما قال لك الدكتور علي يعني تفكر بس بصوت عالي. زين والكلام اللي كنت تقوله لي؟ يترى والك ان ابوك اللي كان يتكلم. يعني 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 انت يعني شنو؟ عمرك سمعت صورة تكلم؟ ايش هالحكي؟ يعني اللي يموتون يرجعون مرة ثانية يقولون شيء؟ يعني هذا
هذا ان كلام الدكتور علي صدق. طبعا انا عنبر مثل ما قلت لي يوم قطيت الخاتم. انت عنبر؟ ايه. هل انا منه؟ عنبر. شو كذي؟ زين يعني يعني مني ورايح بعد ما اكلمك ابد؟ طبعا علشان ما تصير مثل الميانين اللي يكلمون روحهم، ولما تبي تسوي شيء سوي مثل باقي الناس، ومنهم يفكرون من غير ما يتكلمون او يقعدون مع ربعهم اصدقائهم اخوانهم اهلهم. زين زين وانا ليش ما كنت اسوي كذي؟ علشان ابوك الله يرحمه كان محرم عليك تتكلم ولا تسوي شيء. زين والحين شو اسوي؟ اقعد فكر ودبر امورك، ولقيت نفسك ما انت عارف شيء شوف لك واحد من ربعك ولا اي واحد يعز عليك واستشيره وهو يقول لك. فعلا 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 عمر الصور ما كانت تتكلم ولا الاموات يتكلمون. لا 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 فعلا انا كنت اكلم روحي. اي اي نعم انا كنت اكلم روحي. خير عمي. هلا سلوى بنتي. ما وين رايحة؟ عمي بروح أشوف الدكتور علي. قاعد أحاول أتصل معاه بالتليفون. تليفونه ما يرد. لازم أروح له وأقول له على كل اللي صار. السيد عنبر الحين. زين. هلا استاذ عنبر. خير؟ تكفى تكفى استاذ عنبر، الحقني الحقني. خير ايش صاير؟ الاستاذ سعود رئيس مجلس الاداره. ايش فيه؟ ما ادري ايش فيه، طردني من الشركه ويقول لي انت ما تصلح انت كسلان ومن هالحكي هذا وطردني. تكفى يا معود تكفى. زين انا 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 شو اللي اقدر اسويه؟ يا استاذ يا استاذ عنبر عاد الغشمره يا اخوي الله يهداك، مو وقته الحين. يا انت عضو مجلس الاداره وتقدر تاثر عليهم الله يهداك. كلمه فهمه خليه يرجعني في حالات يرجعك. هذاك اول هذاك اول الحين اذا انا بعد ما يطردني والحقك. زين شو تحكي استاذ عنبر؟ استاذ عنبر مو وقته يا اخوي، مو وقته. عاد الغشمره. اي غشمره الله يهداك؟ اي غشمره؟ مو لاني انا قطيته في البحر. شنو اللي قطيته في البحر؟ الخاتم، خاتم الحظ. يا استاذ عنبر الله يهداك، شو الكلام هذا؟ انا وين وانت وين؟ شو الحكي هذا يا معود؟ اسمع اخوي، اسمع اخوي. نعم. انا بروح حق الاستاذ يعقوب. زي. وانت كلم الاستاذ يعقوب. زي. اقول الاستاذ سعود ما ادري الاستاذ يعقوب. زي. لا الاستاذ سعود وانا الاستاذ يعقوب. زين. ها؟ الاستاذ يعقوب؟ اي وانت الاستاذ سعود. انت غلوب انت. انت كلم الاستاذ سعود وانا اكلم الاستاذ يعقوب. فهمت والله فهمت. يمكن الله يهديهم ويرجعوني، ها؟ انا رايح. زين تعال 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 يبا تعال. اترك هالموضوع هذا وقعد معاي، انا عندي موضوع شاغل مخي وابي ابيك تفكر معاي، ابي اخذ رايك فيه. يا استاذ عنبر الله يهداك مو وقت احنا الكلام هذا، انا فاضي حق الحكي، انا رايح حق الاستاذ يعقوب. مع السلامة. مع السلامة. شو اسوي؟ شو اسوي؟ كل الواحد يفكر بروحه. حكي يا حسن. حسن تعال 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 تعال. لا قاعد 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 اقعد. ايه ما يصير عمي، قلت لك اقعد على مكتبك. ان شاء الله ان شاء الله. اقعد. هم قاعد فوق.
ما تفهم شنو قاعد هناك قاعد هناك بس يا عمي اقعد شنو فيك انت كلمات متقاطعه ما تفهم اقعد اقعد يبي لها حل هذه اقعد قعد زين شوف حسن شو اسمه بطل اذانك زين واسمع بعيونك او اسمع بعيونك بطلها ما اللي تفهم شوف حسن افرض انه كان عندك حجاب حجاب اي حجاب كان عندك حجاب بس انا عمي ما اصدق بهالسوالف يا يبا قلنا لك افرض انزين وبعدين شوف الحجاب هذا كان ماشي معاك زي اللوز كان ماشي معاك تمام وبعدين رحت وقطيته في البحر قلطان لا ودثوي بعد دثوي وستين دثوي ما دام الحجاب كان شغال تمام وكل شيء ماشي تحت ايدي وقت بحر انا مو دثوي انا حمار بعد زين 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 حمار وحمار وثور وما ايش تقول انت ايش تخربط انت خلاص خلاص زين المهم انه بعد ما قليته تخربط كل شيء بعد ما كان الحظ معاك ماشي تمام تخربط كل شيء عقب ما قليته عرفت شلون؟ شو تسوي؟ اطق نفسي باكبر شيء ما عندي زين المهم فكر معي انت كنت تحب واحدة والوحدة هذه تحبك وكنتم متفقين زي اللوز زي اللوز وبعدين عقب ما قطيت الحجاب هذا بالبحر ما قامت لا تحبك ولا تبيك ولا تبي تشوف رقعة وجهك وانت ما تقدر تعيش من غيرها شو تسوي؟ جت عندي فكرة شنو هي؟ ما يصير اسوي حجاب ثاني؟ لا ما يصير لان اللي سواه مات ايه اموت نفسي انتحر وقتك تنتحر؟ ايه هل تبيني اعيش لما اشوف اتزوج واحد غيري؟ اعيش لما القى نفسي قاعد على بساط الفقر؟ لا يا عمي لا هذه ما يعيش صدقني لو انا ضايع حجابي من زمان منتهي المده زين زين روح 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 خلنا نشوف التلفون بحمي بحمي الو هلا استاذ سعود نعم ابيك تمرني باكر الصبح هي ابيك بموضوع مهم الظاهر ما راح نخلص من اللي قاعد يصير اي باكر باكر مع السلامة نالا ونالا وش هالحظ وش هالحظ نعم عمي خير ان شاء الله صاير لا ماكو شيء ماكو شيء صدار الكلام اللي قلته صحيح صحيح نعم وهذا هو الحل الوحيد عمي عمر لا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وش ناطرين بعد؟ يلا تعالي معي. وين؟ نلحقه؟ يمكن يلقاه في البيت؟ لان الكلام اللي قلتيه عنه هذا يمكن يخليه يشوف نفس الشيء. يلا تعالي معي تعالي. يا سياسة مساء الخير. مساء النور يا هلا. عنبر موجود؟ لا والله طال عمرك تو طلع وما قال لك وين رايح؟ لا ما قال ما قال لك شيء ثاني؟ انبلى قال شغلات وايد ايش قال؟ تفضل داخل وانت تعرف من كل شيء ومن اللي رجع الصور مكانهم؟ هو يا دكتور خلاني ارجعهم بالقسم زين تقول قال لك اشياء ايش قال؟ قعد وكان يقعد يمه بالقصر احنا نقول لك ايش قال كان بقول صبر شويه يقول ان شاء الله يا عمر دكتور انقذ
بعد روحي سلمى، انا عايش من غيرها. نار نار. ليش يا ربي؟ ليش؟ ليش يا ربي؟ نار في الدنيا ونار في الاخره. انا دكتور، انا خايف. إن شاء الله ماكو شيء، رح نستريح. ليلى، ليلى، نص بالنص، نص بالنص. الخاتم، الخاتم، الخاتم. مو أنا، أنا ما ذبحته، ما ذبحته. إيه، ليا نصيب. ايه، 5000 سكراون. ايه، مجلس الإدارة. استاذ يعقوب والصالح كلها يا عين. ان شاء الله. خاتم سكراون، نص بالنص. الحادث، السيارة، البحر. خاتم، أنا ما أخذت السيارة، وأعطاني السيارة. ابني بشري، عساها شو الحين؟ الحمد لله. الله يبشرك ان شاء الله. طمنتينا يا معوده. اشوى، تعال استريح. انت تعال. انا يا بنيتي بس اللي ابي اعرفه، انت ليش رفضتي؟ معقوله عاد؟ معقول ان عنبر يطمع بحلالك؟ انت نسيتي اللي رفض المليونيره بكل الملايين اللي عندها؟ صحيح، بس شوفي، لا بس ولا غيره. الريال اللي مثل هذا لا بغى شيء لازم يسويه. لا، وبنيه سليمه. دكتور علي، شلون الحين؟ خلاص، باشر الصبح يصير احسن من كذي. انا قاعد عنده ماني رايح. وانت يا سلوى، باشر الصبح الساعه 6 كلين عنده. لا تنسي الامانه. صباح الخير سلوى. ها، شلون الحين؟ لا الحمد لله، قاعد مرتاح. وقلت له انك موجوده من الصبح. دكتور، انت قلت له اي شيء؟ لا 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 لا، انت اللي بتقولينه بنفسك.
تبيني اخليكم نروحكم؟ لا لا ما في اي داعي. على سد. وين رايح؟ بطلع اتمشى في الحديقه شوي. وسلوى عندها كلمتين تبي تقولهم لك. على ذلك. نعم. عاد هذه مقابله تقابلني فيها؟ حتى كلمة صباح الخير ماكو؟ آسف. مع هذا صباح الخير. ممكن أقعد؟ مثل ما تحبي. طبعا أنت جاية تقولي لي كلمتين عشان ترفعي الروح المعنوية. كلمتين حطهم براسك الدكتور علي. لا أبدا. أنا أخذت منك أمانة والحين أبي أردها لك. شنو هي؟ تفضل. خاتم. خاتم. بس شلون؟ واللي قطيته في البحر؟ اللي قطيته في البحر خاتم ثاني غير هذا. الخاتم أنا شريته من السوق، والدكتور علي حطه بصبعك لما كنت عنده في العيادة. لما نمت يعني استبدل الدكتور علي. يعني معنى هذا الخاتم اللي كان بصبعي طول هالمدة خاتم غير هذا. إيه؟ وهذا هو الخاتم الأولي. يعني طيب يعني معنى هذا أن كل النجاح اللي حققته بفضل ذكائك وشطارتك ومهارتك. في الحقيقة إحنا حاولنا نخليك تشك بالخاتم، وعلشان كذي أنا قلت لك أني أنا ما أحبك. وفي الحقيقة إحنا ما كنا نعرف أنك قطيت الخاتم. يعني قصدك؟ قصدي اني كذبت عليك وقلت لك اني ما احبك ولا ابي اتزوجك. سلوى، سلوى انت من صدقك؟ من صدقي ونص. يعني انت الحين تحبيني؟ يلا يلا قومي بسرعة. وين؟ قومي قومي قومي. لحظة واحدة. انت الحين عرفت الحقيقة كلها؟ اي عرفتها. زين ممكن اعرف شغلة واحدة؟ شنو هي؟ شنو هذا اللي صور الوالد؟ ايه هذا صور الوالد. زين ومن اللي رجعهم مكانهم؟ انا. ايه بس لا 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 تخاف لا تخاف لا تخاف. مو اللي في بالك الحين. لا خلاص ما اكلمها الحين علشان بس اتفرج على صورة ابوي. وانا مني ورايح بطلت خلاص. يا اما افكر بروحي او مع انسان اعرف انه مخلص لي. زين يا عنبر والاحلام؟ الاحلام انتهت بعد ما تحقق حلم الكبير. عن اذنك دكتور. يلا يلا سهوا بسرعه. يلا قطع. لا 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 انا ما انا ما اخلص كلش. وليه؟ لا ما اقدر اشوفه انا خلاص قطين في قطين. طبتي؟ زين اشمعنى؟ اكيد؟ اكيد. طب بس؟ زين الحين عاد بسالك بس جاوبيني عاد بصراحه سهوا. حسن علي تحبين شنو ولا لا؟ شنو؟ اول؟ لا لا عبوسه يبقى؟ لا تحبيني؟ لا احبك طبعا اكيد. ما اروح تردين كلامك 100%؟ 100% بعد دوام. يا حي الله من يانا. اهلا وسهلا. حياكم الله تفضل. يعجبك تاخر؟ ان شاء الله الحين هني ان شاء الله الحين. اهلا وسهلا حياكم الله. ياك ياك ياك. السلام. هلا مرحبا. عمي عنبر وينك الله يهداك. عمي سليمان وعمي سعود صار لهم ساعتين قاعدين ينطرون. اي ساعتين.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً أهلاً وسهلاً أستاذ عنبر. يا هلا يا هلا. أهلاً. يا الله أستاذ سعود. يا هلا الله يحييك. زارتنا البركة. الله يبارك فيك. أعتقد كان بيننا موعد مو كذي يا أستاذ عنبر. على العموم أنا آسف. لا حنا اللي آسفين. علشان نجيك هالحزة ونبلغك أخطر نبأ سمعته في حياتك. والله شوف يا أبو خالد، أنا الحقيقة ما يهمني، قول اللي تبي تقوله. بصراحة النبأ بالنسبة لي أنا مؤسف جدا. لكن إيش تبي نسوي؟ هذا أمر الله. إيش صاير أستاذ سعود؟ يعني بقية بحياتك أحد من العائلة المصونة مات؟ لا ما أحد من العائلة المصونة مات. لكن بصراحة مجلس الإدارة بصراحة رأى فيك الكفاءة والإخلاص وتفانيك بالعمل، فقرر في اجتماعه الأخير أن تكون أنت رئيس مجلس إدارة الشركة بدالي أنا. وبصراحة عاد الحين الدور عليكم أنتوا يا الشباب. أنا الحقيقة برتاح وبتفرغ لأشغالي. بقى الدور عليكم انت. ان شاء الله بيكون عند حسن ظنك. اي هذا الظن فيه. ثقلي هذا احنا بقول. ان شاء الله يكون عاد احنا الحين نستأذن. يلا عاد. يلا مع السلامة. لا 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 لا. خلاص خلى بس شد حيلك الحين. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك. يلا. شكرا استاذ. فهم الله. فهم الله. فهم الله. الله يحييك. سريحة مش حقها. يا مرحبا. مع السلامه. شكرا. شد حيلك عاد. يلا خلينا نشوف انتاجكم. ها يلا يا مرحبا. تبي الصراحه انا اللي دليت البيت. جيت استاذ سليمان. نعم. خير ما تدلي انت. الخير والبركه. الله يبارك. يعني انساك انا. الله يسلمك. انساك اللي ما له اول ما له ثاني. اشكرك. لا بتصير مدير لي على خشمي. شنو؟ ان شاء الله اكون حسن ظنك حقي انا. مدير ايش تبي؟ لا لا سلم عليك. اسال الله يطول بعمرك ان شاء الله ويزيدك من خيره. الله يخليك. انا محمل رخصتك. وين رايح؟ وين رايح؟ بروح ابشر الاهل، بروح اقدرهم. لا مع السلامه. الله يسلمك. الله يطول بعمرك. مع السلامه. شكرا. اشكرك. حياك الله. في امان الله. مبروك يا عنبر. ها ايش رايك الحين؟ الخاتم طلع خرافة ولا لا؟ طبعاً. لكن لا قول لي الحين ايش اللي خلاهم يخلونك رئيس مجلس إدارة؟ اللي خلاهم اللي خلاهم يعني تقصدين اني انا خليتهم؟ ما ادري. هذا مو انا. مو انا. عيل من هو؟ هذا مو انا. عيل من هو؟ الخاتم. ليه الخاتم مرة ثانية؟ ما تشوت على هالسوالف.